مساء الخير على كل مستمعينا الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح. دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس الأستاذ مامون مبارك الدريبي. مساء الخير أستاذ. مرحبا. مساء النور لسناء. مرحبا لله. شكرا لك أستاذ. اليوم في موضوعنا غادي نتكلموا عن نموذج الزوج أو الزوجة يعني اللي كثير اللوم كثير الشكوى رغم النقاشات المستمرة كتنغص أو كينغص العيشة في العلاقة الزوجية وكأنه الكلام أستاذ ما تيوصلش بيناتهم. فنبغيو نعرفوا اليوم علاش الكلام ما تيوصلش وشنو هي الأشياء اللي ممكن يعني تخلي الكلام ينفد ويوصل بسلاسة وفي نفس الوقت نعرفوا شنو هي الأشياء يعني اللي كتمنع وصوله بين الزوجين. واش كذلك يعني الزوج أو الزوجة اللي كيلوم أو كتلوم دائما وحتى حاجة ما عجبه واش كاين شي قواعد ممكن على أنه يتبع الشخص إلا بغى يأخذ قرار باش يغير من نفسه لأنه في الغالب بالرغم المحبة والعشرة اللي كتجمعهم مجرد ما كنطلبوا الآخر بالتغيير يعني في الغالب كيقابلوا يعني الشراسة والغضب. الميزة اللي كانت تخص الإنسان هو الكلام والقدرة ديالو على التعبير والقدرة ديالو على التأثير. إنسان تأثر على غيره بالكلام والحمد لله اللي كاين تأثير بالكلام لأن هذه الخاصية اللي كتميزنا على الحيوان. الحيوان تيغير بالقوة الجسدية ديالو ولا بالسم اللي عنده ولا بالأدوات اللي عنده. الإنسان تيغير بالقول والقول كيمرر معنى كيمرر حقيقة وتيمرر إحساس. فملي كيعيش واحد الزوجين واحد تنافر واحد تصدع واحد راجل غير كيلوم واحد المرأة غير كتلوم واحد راجل غير كينتقد حتى حاجة ما عجباه هي عند كذلك غير كتشكي غير متحسرة غير مكتئبة غير هنا تيولي الإنسان تيعيش واحد الحياة فيها واحد النوع من القرحة وتيحاول يخلق فرص سعادة يضحك يفوجو يلعبو الآخر ديما اش كيولي كيولي داك النقد اللاذع انت مالك عاك تمرض لينا في الجو انت مالك عاك تخسر لينا في الجو كيولي رد فعل من جهة الآخر يا إما كيعترف تيقول لك ودي أنا هكا صبر معايا الآخر غادي يبقى صابر حتى لين يا إما تيبغي يتغير وما كيستطعش أولا كيتغير غير يسمين فواحد شوية كيف قلتي في سؤالك هلا علاش الكلام لا ينفد. هذا الأمر هذا احنا في الفكر الإسلامي عندنا جواب خاص بنا اللي كنعتبر أنا هو البنية الحقيقية النفاد الكلام. هو عندنا مقام الاتصال اللي كان نقراو ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. العديد من الناس كيلقاو هنا بأنه الأعمال اللي منسوبة لله ورسوله حقيقة هي أعمال ولكني راه حتى الأقوال فيها الاتصال. واحد الكلمة كتخرج من القلب كتسمعها باك ولا أمك تقولها لك كتخرج من القلب تضرب لك في قلبك لأنها صادقة. هذيك الكلمة متصلة باش متصلة باش تلقاو في سورة المجادلة في الآية 22 يقول الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كان آباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. تعرفوا بأن للكلمة روح عندها معنى وعندها روح. وهنا إلى مشيتوا في القرآن الكريم وقلبتوا وبحثتوا على المواضع اللي فيها بروح منه
ويروحين قدس غتلقاو بعض المواضيع ثلاثة معنيين بها الأنبياء والرابعة معنية بها أمة سيدنا محمد. ففي بعض التفاسير كيفسروا وأيدهم بروح منه يعني أتاهم قوة وجاه. ولكن عندنا مجيء سيدنا جبريل ولقاءه مع المسلمين وهو اللي كي يفسروا أهل التفسير المعني بروح القدس هو سيدنا جبريل. وحنا الوحيدين المسلمين اللي غيجي عندنا سيدنا جبريل. فهنا كاين معنى وأيدهم بروح منه. ما بقيناش غير في المعنى، عندنا حدث اللي هو جاءكم جبريل يعلمكم دينكم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر واش عرفتي شكون الرجل اللي كان كيسأل؟ قال لي الله ورسوله أعلم. قال ذلك جبريل. جاء برك مع الصحابة في سيفة رجل. أشنا هو السر في أنه جبريل يجي برك مع الصحابة؟ إلا أنه تورينا إحنا المسلمين مقامنا عند الله سبحانه وتعالى بأنه كل ما اختص به الأنبياء أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ورثه لنا وأعطاه لنا. فسيدنا عيسى هو الوحيد الذي أيده بروح القدس بوحده، الأمة ديالو أبدا. الأنبياء كلهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أيدهم بهذاك الملك. أما إحنا لا، إحنا راه برك معانا. إذا شنو الإشارة؟ أن الروح القدس جات وجلست مع الصحابة. شنو هو؟ راه نورمال، جا واحد الملك برك معانا. لا، وأيدهم بروح منه. شنو غتعطيك؟ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أشنو غيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ قال الله عز وجل يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة. بارك عليكم. إذا شنو هو شروط باش الكلام ديالك ينفد للقلب ولدك ولا قلب زوجتك ولا قلب راجلك ولا ينفد لنفسك القلب نفسك؟ خاص يكون فيك شروط الآتية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حض الله ورسوله ولو كانوا أباءهم وأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كسب الله في قلوب الإيمان وأيدهم بروح منه. شرط الأول. شرط ثاني أنك تكون من هذول اللي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الله عز وجل يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة عمياء يخرجون مضارع. إذا من هنا كنلقاو في الآثار عند العرب واحد الأمور كتسمى النوادر. أتعطينا بطاقة تعريف ديال العشير ديال شكون هو عشيرك؟ شوف الحكمة العرب. لهذا قلت لكم ملي كنقرا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كنقول الحمد لله كانوا على حضارة. تقول العرب في نوادرها عن بطاقة تعريف ديال العشير ديال شكون هو: إذا لامني فالتمت، وإذا معضني انتعضت، وإذا عدلني اعتدلت، وإذا وحدني احتضضت، وإذا أمرني تمرت. ما معنى إذا لامني؟ إذا جعلني أندم على ما فتني ويلومني عليه. ما معنى إذا معضني؟ يمعض معضا يغضب عني ويشق علي حتى يحدث بي وجع. معضني وتغضب عليك عشيرك
ويشق عليك حتى يحدث ذلك ألم. وإذا عدلني يعني عاتبك فتقبل العتاب وتبتعد عن هذاك الأمر. حضني حتني على الخير وحرضني عليه. أمرني، تقول العرب، أمرتك أن تفعل ولتفعل وبأن تفعل. مرحبا. إذن مستمعينا غادي نتوقفوا مع فاصل ونرجعوا مباشرة لاستقبال مكالمتكم الهاتفية على 0522-42-72-50-51-52 من خلال البرنامج بكل وضوح. ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال البرنامج بكل وضوح، وغادي نمشي مباشرة لاستقبال مكالمتكم الهاتفية. ومعنا أول مكالمة، حنان من دار بيضاء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حنان، كدير أستاذ لالا سعيد؟ الله يبارك فيك. مرحبا. كدير أستاذ دريزي؟ مرحبا بك لالا حنان، نهار كبير هذا اللي تشديتي لينا. الله يكبر بك أختي، مرحبا بك. سبحان الله، أول مكالمة تشديتي ليا، زاد الله سبحانه وتعالى. أيه لالا، أيه. مرحبا. الحمد لله. الله يخليك أسيدي، بغيت نسولك على ولدي. أيه، شحال في عمرك؟ شحال في عمرك أنتيا؟ أنا 38 عام. شحال وليدات عندك؟ عندي جوج وليد. الكبير عنده 9 سنين دابا، وبنيته عندها 4 سنين. ولدي كنت مدخله المدرسة عادية. الحلم ديال با انه ولدي يحفظ القرآن. يعني من الاول دخلناه على اساس يشد الاساسيات ديال القراية العربية وداك الشيء، من بعد غادي ندوزوه اسمح لي مع خوت كيف شوية الكلام كيف شوية. بارك الله فيك سيدي. دوزناه المدرسة العتيقة في المعهد العالي تقول الأطر الدينية في هنا عندنا في الدار البيضاء. كنا كنمشي وكيقولوا لنا خاصو يكون حافظ خمسة الأحزاب، بقينا شادين بس حفظنا خمسة الأحزاب. في السيتي مشيت عندهم دوز الامتحان التحق بهم على اساس انه غادي يبقى عندهم في العامين الاول التكيد، كيعاودوا لهم التهيئ الاول والثاني باش يحفظوا فيه 10 الاحزاب، يعني 20 حزب في عامين. هذا العام مشينا كنسولوا واش الدري العام الجاي غادي يلتحق بالمعهد ولا اش غادي نديروا. كنتفاجئوا بان وزاره الاوقاف كل عام كتصدر قرار شكل ان العام الجاي اذا ما كانش عندكم ديفيكتيف ديال 15 دري تحضيري ما غاديش يكون قسم تحضيري وما غاديش يكون القسم الثاني، كاين غير القسم الثالث. على اساس ان هذا العام اصلا كاين غير القسم الثالث، ما كاينش الاول والثاني. مشى الزوج ديالي عند المدير كيفاجئوه كيقول ليه وعرفتي اش دير، رجع ولدك للمدرسه العاديه تيشد السادس وردوا لينا. انا ولدي نورمالمون هذا العام كان خاصو يكون عنده الثالث. ما نكذبش عليك، تلفت ما بقيتش عرفت اش ندير. ما حاولتيش تشوف شي مدرسه عتيقه اخرى؟ ما عندناش استاذ في كازا، كاينه غير هاد المدرسه. رحلات وحده في حد السوان. رحلات وحده في حد السوان. السوالم. اييه، غتمشي لتما من جهتي وغادي نوصيهم ان شاء الله ويوقفوا معاك ويشدوا الوليد ديالك. ان شاء الله الرحمن الرحيم. غير بين قوسين استاذه، انا الصباح راه اتصلت بالمكتب ديالكم على اساس باش ناخذ موعد، وقالوا لي جيت عمري واحد الفورمي لا باش نعطيوك الموعد. غير ما تهنيتش وبغيت ندوي معاك. ها المعلومه عندك دابا، سير لحد السوالم، راه كاينه مدرسه عتيقه تما، راه عليها شويه الاكتضاض وكاين شويه ديال الزحام، ولكن عمروا الوثائق لهذا وشرحوا لهم بان الوليد راه كان مدرس في واحد المؤسسه وشنو الصعوبه اللي وصل ليها. ان شاء الله يجيب الله التيسير تما. ما شاء الله. تحيتنا لك حنان، وناخذ مكالمه اخرى. معنا فاطمه زهره من الشاون. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. شحال فرحانة أنا هذا النهار اتصلت بك. مرحبا بك لالا فاطمة. ما تخيلش أستاذ كيفاش فرحانة. بارك الله فيك. مع خوتك. مرحبا بك. شكرا أستاذ، بارك الله فيك. شوية متوترة. مع خوتك، غير شوية عليك لالا فاطمة. أنا فاطمة الزهراء من الشفشاون. عندي 34 عام. عندي جوج وليدات. شحال فرحانة. أسعد عنده 10 سنين. ما تقدرش ما تهضرش الصراحه. غير شويه عليك.
اسعد قلتي اسعد لله والاخر عندي وليد سميته محمد امين عنده 9 سنين و4 شهور وعندي وليد اسعد عنده 6 سنين انا كنسول بغيت نسول على ولدي الصغير تفضل ولدي الصغير عنده صعوبه في الهضره في الكلام هذا اللي عنده 6 سنين وكان عنده بزاف ديال المشاكل ملي جيت نولد جيت كان عندي لاتونسيون وكان عندي في السويسي نعستو في الطبيب في الانعاش استاذ شنو نقول لك ما شاء الله راه حنا من ذاك الجيل المعطوبين كش لا حول ولا قوه والله ما عرفت استاذ ما شاء الله وصافي مريت بزاف المشاكل وبزاف العراقيل في حياتي ما نقول لك استاذ اللهم لك الحمد نعم ودابا حاليا كيقرا فين كيقرا شنو الصعوبه اللي عنده دابا عنده صعوبة هو في الهضرة الكلام تقريبا واش كيتكلم ناقصين المفردات ولا ما كيعرفش ينطق ولا شنو؟ لا ناقصين المفردات اللي يتكلم اللي يتكلم اللي يقول كل جوج كلمات ثلاثة المهم ولكن هو بحال ملعثم تما في الشاون واش كتقريه بيلانغ بالفرنسية ولا بالإسبانيول ولا شنو؟ لا احنا في المدرسة عمومية يعني عنده الفرنسية والعربية ياك؟ لا هو حيت عنده البيت الأول عنده عربية وصافي خبي عندك شي كمبيوتر في الدار؟ الكمبيوتر؟ عندكم شي اورديناتور في الدار كاين؟ كاين غادي تيليشارجي لولدك واحد البرنامج سميتو ميل مو بوغ ابخوندغ لو فرونسي ميل ميل هادشي الموتور دو ريشيرش دير تيليشارجي 1000 مو 1000 كلمة 1000 مو نعم أبخوندر لو فرونسي 1000 مو ياك هذا واحد الأستاذ فرنسي دار واحد البرنامج ومؤخرا أهداه لواحد الجمعية باش تساعد به الوليدات هاد البرنامج أنا اشتغلت به هذه سنوات وواحد النوبة رسلت لهذا الأستاذ واحد الرسالة قلت له انه بغيت واحد لا ليسونس من عنده باش نوزعها هو يجاوبني بانه يمكن لي نتيليشارجيه بالمجان نوزعها شنو دار فيها لاله دار فيه 1000 كلمه حيت شنو هو تعلم اللغه وخص يكون عندك ما بين 800 حتى 1200 مفرده هادو عند الاطفال كيسهل عليهم من بعد يتعلموا فهو دار 1000 وكل كلمه دارها بالصور ديالها دارها تتنطق ودار ليها الديكتي والاطفال ما بين عامهم الاول وسبع سنين تيخدموا بلا ميموار فيزيوال اللي شافوها تيعقلوا عليها باقي ما عندهمش اللي سمعوها يعقلوا عليها فوقاش كتبدا هذيك ملي تيفوت سبع سنين وكيولي عنده القدره على الوزن عاد كيبدا يخدم اللي سمع يعقل اما في الصغر من عام لسبع سنين راه اللي شاف يعقل عليها في الصوره هو دار هذا الشيء كله كل تمرين كل كلمه عندها خمسه ديال الانماط اللي كيدربك عليها كلمه واحده عندك النمط الاول والثاني والثالث والرابع والخامس تخيل هذا البرنامج كنديرو حنا بالعربي ها هو دابا مواطن فرنسي مساهم مع بلاده في فك مشكل ديال تعلم النطق بلا ما تجعل من هذه الصعوبه تجعل منها مرض اعطيها للناس في فرنسا وخارج فرنسا ودابا انا كنعطيها لهاد السيده الناس اللي محتاجين البرامج ثم اختي فاطمه زهراء غادي نرسلك عند احبابنا الصالحين في مدينه شفشاون وغيشدوا بيدك وغيعاونوك اللي خصكم تعرفوا بانه الصعوبه ما خصناش نعيشوها حنايا بحال حكم الاعدام اللي يجعل المواطن المغربي والعربي يحس بالحقره ويحس بالعافيه الشعلة فيه انه كيسحب لانه بوحده انه ما كاينش العوين
بانه كل شيء تخلى علو بانه راسي راسي. لا لا الحمد لله في المغرب لا ولا يسخين ربما كاينه باقي عندنا تحديات كبيره في المغرب، ولكن عندنا انجازات الحمد لله، خاصه في العلاقات مع الناس، في العلاقات مع المؤسسات، كاين الخير كاين. فخص غير شويه ديال التاني ونحطوا لكل صعوبه منهجيه ومعها المده الزمنيه اللي صالحه ليها. راه فين كيغلطوا بعض الوالدين انهم تيبغيو يصلحوا واحد الحاجه اللي متعلقه بتعلم الكفاءات واللغه في عام وقت قصير، ما غتعطيكمش في عام، ما غتعطيش في عامين، ما غتعطيش في 3 سنين، غتعطي عام على عام، وكل ما فزعتيه كل ما كيرجع اللور، كل ما تغطي عليه كل ما كيرجع اللور. يعني اي حاجه اكتسبتيها راه ماشي بحال الصخر كتبقى ثابته، راه كل هزه نفسيه او عائليه او فكريه كترجع اللور. هنا هذا هو الصعوبه، شي بحال واحد الشومبرير انت كتنفخو وهو كيتفش، تبين تنفخ تفيق الصباح تبقى مفشوش تعاود تنفخ، يعني واحد العمل يوم عن يوم. هنا الامهات الله يحسن العوان كيطيحوا في واحد الاشكاليه اللي انا غنعطيكم رايي، ولكن الله يحسن العوان ظروف الناس. الام ملي ما كتلقاش العوين كتشمر وكتولي هي اللي كتقابل ولدها وهي اللي كتقريه وهي الممرضه وهي المعالجه وهي كل شيء بلا ما كتشعر، كتخسر العلاقه ديال الام مع الطفل على حساب المربيه والمعالجه المعلمه، حيت هي خدات ديك الساعه ديك الصفه المربيه المعالجه المعلمه، فتتولي بلا ما تشعر قاسيه مع ذاك الوليد. وهنا الهدف الاول اللي دخلت على ودو تكون ممرضه معالجه ومعلمة هو فك المشكل، غتولي تخسرو بالقساوة، لأن الممارسة اليومية ديال 3 المهام تدريس الطبيب والتمريض وتتبع يقهرو، 3 المهام يقهروك، ما كاينش شي بنادم على الأرض يديرهم 3، كاين المعلم كاين الممرض كاين المعالج، يقدر يجمعهم 3 في ساعة في النهار، يقدر يجمعهم 3 ساعتين في النهار، ولكن يجمعهم 3 نهار على نهار يمكن. اذا دابا هنا هو خوفنا وحرصنا على اننا نعطيو لهذاك الوليد حل. انا كنتكلم من وجهه الام، غادي يفاق، وهنا كتولي من بعد مسكينه هي ندمانه، لان كتشوف كتاديه كتعذبه كتعذب معاه وكيدخلوا في هذيك الدوامه اللي ما يخرجوش منها. لهذا الله يجزيكم بخير انتم الامهات، أنا تنقول الله يحسن العوان ظروف الإنسان. إذا كاين شوية إمكانيات تجيبي اللي تعاونوا وتجيبي اللي تقري، أنت ما تدخلوش في الباب. خليك أنت يمو ترتبي له الجو، تفرحيه، تلعبي معاه، تعيشيه الأمومة، طمأنيه، تثبتيه ملي يخاف ملي يرتابك. وهذيك المعلمة هي اللي غتعيش هذاك التعب ديك الساعتين، ولين هي غتمشي لعند راجل عند ولادها. غتغيب غتدي معها هذيك الوضعيه اللي هو تعيش معها. اما مسكينه اللي ما عندهاش ظروف لابد ما خصكم تحترسوا لهاد الامر. مرحبا، ناخذ مكالمه اخرى ومن بعد فاصل. معنا منيا من سطات. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لله هذا نهار عظيم وطبوط. الله يكبر بيك. الناس ديال مراكش. بارك الله فيك. كنشكرك دكتور على الوقت ديالك اللي كتزكي لينا، والله العظيم الى نهار كبير عندي هذا النهار. مرحبا بك اختي مونيا. مرحبا بك. معك مونيا من سطات، وعندي 31 سنه. مرحبا. عندي 2 وريضات، وحدي الكبيره عندها 2 سنين والثانيه عندها 4 سنين. المشكله دكتور اللي عيطت عليك هو ان الكبيره اكتشفنا عندها لامالادي لاستيغماتيزم، والطبيب اقترح انها دير لي لونتي وما كتبغيش تركبهم ليا. مؤخرا واحد لا ماتريس ديالها دارت واحد لا غومارك، قالت ليها بنتي مازال انت بوتيت على هذا الشيء، كون درتي لي لونات ديالك. ففي من مورا داك المرا هذا الحدث زادت رفضات ليا التركات ديالهم،
ودابا واحد معايا التمحان ديالهم فيهم بزاف ديال انت عارف لا سيتي بالصباح بالليل وهي في غيورا يعني كنلقى صعوبه وكنبقى شي مره كنقول ليها دكتور زعما شنو العواقب الا ما درتيهمش بنتي ولا كيبقى فيا الحال كنخاف ناثر على نفسيتها. لا لا ما تديرش هكا الله يجزيك بخير. حيت كترفض ليا دكتور وكنحاول زعما نشرح ليها لا سيتياسيون على طريقه العقل على قد عقلها ولكن ما كان غادي ناخذ لك موعد مع احد الصالحين عندنا في المغرب في الدار البيضاء اللي هو البروفيسور الشابي. هذا من الصالحين اللي الله يجازيه بخير كيساعد كيدير قافله على حسابه كيداير ان سونتر دابيل باش يستقبل المكالمات المحتاجين. شوف صالح هو ما تيبغيش يتعرف وانا خليت على عاتقي انه ندعيو له ونشكروه وجميع المغاربه الله يجزيكم بخير دعيو مع هذا السيد هذا وازروه وشكروه لانه يعني اشتي بوحدو كيساوي مؤسسه على قدها. فغادي نطلب الحباب اللي يقرب منه باش يعطيك لبني واحد موعد وغادي تجيب له بنتك وغادي يعطيك ادوات ويشرح لك حويجات ويعطيك شي كتيبات ويعطيك حيت سالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلم. شكون هما اهل الذكر؟ هما اهل الاختصاص ديال واحد الباب. راه ماشي اهل الذكر معني فقط القران لا كل علم كل علم مولاه 16 معاه. فهاد السيد هذا الله يجزيه بخير من الخبراء تنحيي كذلك حبيبي السي العلوي ديال لاكميم التعاضديه من ناحيه الميتيال والمساعده اللي كيديروا المواطنين وكيفاش كيوقفوا في المجتمع المدني. يعني واحد خصنا نديروا حلقه للصالحين لان من لا يشكر الناس لا يشكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. خصك تشكر الناس اللي سدالك شي معروف اللي وقف معك في شي حاجه تشكر وتشكروا بالسر وبالجهر. علاش بالجهر؟ من باب واما بنعمه ربك فحدث. ماشي باش نفضحوا الناس لا هما ما تيبغيوش تعرفوا ولكن من باب اما بنعمه ربك فحدث كيخصك تحدث على نعمه الله وعلى الصالحين وشنو كيديروا باش كتجعل ثقافه الخير وثقافه الصالحين تدخل وكتفشى في المجتمع وتتولي ماشي غير نشهروا في مواقع المشاكل والكوارث لانه ما كاينش لاوين وما كاينش مساعدات كاين ناس كاين صالحين كاين صالحين بحال هذا السيد هذا الله يجزيه بخير كيوقف معنا كنصيفطوا له الفقراء كنصيفطوا له المحتاجين ما عمره مرض بالعمليه بالادويه بكل شيء. فهنا الله يجزيك بخير المنيا ناخذ لك موعد تجي تزورو ويشرح لبنتك حيت هما الاطفال تيكونوا عندهم واحد الذوق واحد الذوق ملي كيلقاو شي واحد كيعرف راه شي بحال شي عازف انت كتهجى حداه في الاله الاخر كيلعب الاله. الاطفال هانتوما شوفوا غير تلقى قدامه شي واحد كيعزف كيدور باش يشوف فيه. راه كذلك العلم ملي كيسمع شي عالم وشي مستوى عالي كيشرح له الطفل كيذوق هو هذاك المستوى تيطلع لعندو كيترقى. مرحبا غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي مستمعينا ونرجعوا نواصلوا برنامج بكل وضوح. لقانا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج بكل وضوح. قبل استاذ ما نواصلوا المكالمات غادي نرجعوا لموضوعنا دائما حول نفاذ الكلمه يعني القلب الاخر. دابا على حسب ما فهمنا استاذ هذا الامر ما كيحتاج يعني قواعد سلوكيه ولا منهجيه ولا تربويه ولكن واحد القواعد اللي ذكرتها استاذ وكانه يعني قواعد ربانيه ثابته فيها حقيقه فنبغيو استاذ نفهموا اكثر لانه عندها علاقه بالصلاح بالتقوى ديال الشخص. هو تفكر ما هوش تدين. احنا اصبحت حاليا في العالم الاسلامي ثقافه التدين. صلي تصوم دير نوافل مزيان ولكن تدبر اولي الالباب اولي النهى انه نذاكروا مع بعضياتنا ماشي من باب الحلال الحرام. انا شحال من واحد نهار اللي بديت كنتكلم من هذا الباب كاين اللي سحاب انا باغي نستقطب المستمعين حيت مسلمين وباش تخربيق اولوجي. عندنا ثقافة وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. انا مسلم قح انا مغربي قح وتنحب العالم بواحد الحب انساني قح وغيور على اللون اللي صبغني به الله سبحانه وتعالى. احنا مصبغين صبغة الله فما بغيناش نكونوا في تشدد
ونفروا ونكرهوا في الآخر، ما بغيناش نكونوا في الافتخار وفي العجرافة، أنه ماذا نحن ناس متواضعين، عارفين قدرنا وعارفين حدنا وعارفين شاننا وعارفين كل شيء. غير كنذكروا بعضنا البعض، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، باش ما يتلعتمش. ليش كل كيتلعتم؟ هذاك اللي ما عارفش الميزان ديالو. تخيل دابا عاشوره اللي كتطلق ودنك من الشراجم، اش كتسمع؟ تاو 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 تاو، ما كتسمعش شي حاجه اخرى. الميزان ديالنا ها هو كتسمع، حلو الشراجم غتلقى ميزان. ولدك يكون قاري في ميسيون ولا كبير في امريكان، غيسمع تاو 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 تاو، غتشوف هذاك ولدك يدندن براسو بحال هكا يمشي ويجي. والخيل عندنا تتعزف ليها وحداها بالطبل، كتبدا تهز راسها وتمشي لانها كابره في واحد الميزان ديالها. هنا ملي وعاوا الناس بهذا الميزان، ها هما في اوروبا، نهار اللي دارت اوروبا كانوا كيظنوا البعض بان الهويه ديال كل شعب غادي تغبر، عامت قوات الهويه ديال فرنسا بوحدها واسبانيا بوحدها، بالعكس عامت قوات الجهويه، عامت كثروا كل واحد كيحافظ على الفرماج ديالو، والاخر كيحافظ على العنب ديالو والاخر، لانه قاعده ملي تلقراو جا عنا عرفوا سيتي اللوا. فاحنا كنقولوا للناس اللي بغى يشرب من عيننا اللي هي العين ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ما احنا الا قرابه، قرابه بالقاف وخدامه بالقاف. اللي بغى يعرف اسباب الاشياء راه يعرف، واللي بغى يعرف اصل الاشياء راه يعرف. اما اللي بغى يعرف حقيقه راه عندنا احنا المسلمين، عندنا بغى اللي بغى وكره اللي بغى. ما كنقولوهاش بكبرانيه، ولا كنقولوها لان احنا عارفين ومصدقا لما بين يديه ومهيمن عليه. حقيقه عندنا اللي كنقراو سوره الانفال، باش نجاوب على سؤالك، ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم. اش كتعني الانفال؟ ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لقينا في الاثار بان الله سبحانه وتعالى اوحى واحد النبي من انبياء بني اسرائيل، تقول فيه انه ليس من اهل قريه ولا اهل بيت يكونون على طاعه الله فيتحولون منها الى معصيه الله الا تحول لهم مما يحبون الى ما يكرهون. دابا هنا فين حنا كندقوا مع احبابنا، ملي واحد المسلم اليوم، واحد المغربي في داره كيشوف ولاده ما يكره، وهو على هدى من الله ورسوله، كاين الابتلاء، كاين الفتنه، وكاين شي حاجه تغيرات، شي حاجه تبدلات. دابا انا كنقول احبابي المغاربه، شنو هو الحرص واليقظه؟ سئل عمر رضي الله عنه وارضاه عن التقوى، قالوا يا رسول، صاحب رسول الله، قول لنا انت اللي عشرتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيك الحق معي وما عمر بعدي، شنو هي التقوى؟ قال لهم هي تشمر على جليلك، هي تكون غادي في واحد البلاصه فيها الشوك باش ما تلصق لك الشوكه وحده، كتحضي جليلك. شنو هو؟ انه نكونوا على المذهب المالكي احنا المغاربه. اش كيساوي عندنا المذهب المالكي؟ اللي يصبح كل واحد اليوم كينتسب الناس حرار، هذا شيعي، هذا وهابي، مزيان، دي حريه. ولين جدودنا ما غادي يسالوناش على الجهد اللي داروا باش جابوا لنا المذهب المالكي. ثم ملي كنشوفوا الناس ولاو حل العدد كثير، ثقافته راسيه، راسي يخدم هو، ينجح هو، يسلك هو، يتزوج هو، والشيء الاخر دبر راسه عن بحره. ملي كتشوف في المقاوله تقدر تعطي للناس حقوق وتضمن لهم كرامه وتخليهم تشتين عند شركه المناوله، وما تقدرش تمشي وتقول هذا الواقع خصو تغير، ولو انه تضيع فيه انت ونصيبك وتمشي في حالك، ولكن توقف وجه الظلم وتقول لا هذه البلاصه خصها تغير.
ما يمكنش نخلي انا هاد العمال هادو عندهم واحد كذا وعندهم واحد كذا. علاش مشيت لواحد شركه فتحت مؤخرا في الدار البيضاء اجنبيه، قضيت في تورود ساعه وما دزت على الساعه وربع، مشيت عندك المسؤول قلت له خطاتو الملاير على قدهم وتخليو جوج في لاكيس وعباد الله. قلت له واقفين تورود ساعه باش تقضيتو ساعه وربع؟ قلت له باش ندوز. شكون اللي قال لكم هاد؟ انتم يا حسره قلنا اليوم جيتوا من برا كنتظروا منكم في قواعد ديال السير حسن من ديالنا حنا. قلت له هادي راه كان كيديرها واحد اللي ما كيفهمش. قلت له شتي انا ما بقاش نجي لمحلكم وما غادي نبقاش ندير لكم الاشهار وهذا الشيء ما كيرضيش. قلت له انا شخصيا مغربي ما راضيش على هذا الشيء. قلت له تتخلي جوج كيتقهروا؟ شنو جوج؟ نهار الحد في محل قد تيران الكره جوج. علاش؟ علاش كلي علاش كنسكتوا على هاد الامور؟ انا كزبون تنخلص ما تضيعش لي وقتي. ماشي نتقدى انا في ربع ساعه وتخليني حاصل ساعه ونص تشدني عندك. علاش تشدني عندك؟ ما تشدنيش، انا بغي نمشي عند امي، انا بغي نمشي نشوف ولادي، باش تضيع لي ساعه ونص. هما اوروبا كتلقى واحد السوبر مارشي مشى جاب الحليب من البرازيل، خرجوا له الفرنسيين وقفوا له في الباركين، ما تدخلش الحليب البرازيلي كتضيع عندنا الحليب ديال فرنسا. وجعلوه يتراجع ويبقى يشتري الحليب من فرنسا. مؤخرا نات لا ريجون دو بروتان واحد سوبر مارشي استورد اللحم من بريطانيا، خرجوا له لي برودكتور ديال لا بوتان، قالوا له احنا اللحم ديالنا فين نديروه؟ علاش تجيب انت من لا غون بوتان تشري من عندنا؟ شنو هي المواطنه اللي كيدوي عليها سيدنا الله ينصره؟ شنو هي المواطنه؟ المواطنه شنو هي؟ كلمه هي هاد ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. احنا عندنا نعمة، أنا شخصيا كان آمن بها، نعمة نعمة كبيرة سميتها إمارة المؤمنين، نعمة كبيرة سميتها المذهب المالكي، نعمة كبيرة سميتها الموروث السني، نعمة كبيرة سميتها حرية التعبير، نعمة كبيرة سميتها حرية الاختيار. نعم هادو عندكم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا. انتم كتشوفوا احبابنا في مصر، انتم كتشوفوا احبابنا في سوريا، كتشوفوا احبابنا في العراق، كتشوفوا شو وقع في السودان، كتشوفوا شو وقع في افغانستان، كتشوفوا شو وقع في باكستان. لا مش نعد لكم ما نسكتش. علاش؟ لان الناس ما عرفوش بحق النعمه اللي عندهم. فكاين القواعد السلوكيه، كاين القواعد السلوكيه. انا عندي زبناء دي فرونسي، عندي زبناء دي بلج، عندي زبناء دي جابوني، اللي هاد الامور هذه جربوها في بلادهم، عندهم هما مستشارين اللي كيشرحوا لهم السلوك وداروا هذاك الشيء كله، جربوه. وعلاش انا بلجيكي غيجيب لي ولده وقال لي ولدي ما كيسمعش ليا؟ بلجيكي وبلجيكيه ماشي مغربي ولا بلجيكي وبلجيكيه جارتهم مغربيه، قالت لهم الله يخليكم اسمعوا لهذا السيد هذا، ودخل واحد البلجيكي وكيتصنت كيتصنت كيتصنت، واحد النهار وجا عندي قلت له نخدم معك. كان كيسحاب غادي نقول له سلم وولدك خصو يسلم. قلت له سيدي حنا عين كنسقيو اللي جاي يشرب هاك خود الاخر. ويقول ولده واش كان كيقول لك حاجه على الاسلام؟ قال له عمرو دوي لي عليه كاع. قلت له واش كتقول؟ قال له والو بالعكس. ذاك سولني قال له على المسيحيه واش كنعرفها؟ قال له كيعرف المسيحيه عرفني الدين ديالي، لان لقيت جدو وجداه مسيحيين هذا. وقلت له واش باقي تتعقل ملي كنت صغير؟ قال لي كنت كنمشي عند من كون بابا وكون مامون كذا وكذا. قلت له شنو كنت كتشوف؟ قال لي كانوا كيمشيو للانجليز. قلت له اش كتعني لك الانجليز؟ قال لي سي سامبا وي مي سا ما كونسيرن با. وقلت له شنو هي اون باغول فغي؟ شنو هي هذيك ذاك القول الحقيقي؟ شنو هي اون باغول؟ هو الذي لا يسالكم عنه اجرا. سي جواب شنو هو باغول فغي؟ واحد يتوقع غادي نقول له سي سولوي كي فيان دو كور، هو الذي لا يسالكم عنه اجرا. يقول لك ما باغي منك لا جزاء ولا شكور، باغي منك لا فلوس لا تعطيني لا تخدمني لا تجيب لي والو، اسمع مني الله يعاونك. تخيل هذاك البلجيكي راسو الدرخ اللي قال لي شنو بالنسبه لكم انتم شنو هي باغول فغي؟ قلت له نوريك لا يسالكم عنه اجر. هاي الايه واضحه اش كتقول لنا؟ هاي راه باغول فغي، بغيت الكلام الصادق هو اللي ما وراهش. ما كنطلبش منك تحبني، ما كنطلبش منك تبغيني، ما كنطلبش منك تشكرني، كنعطيك هذا الرأي لأنه لقيته كلفني به جدي، خلاه لبا، با عطاه ليا،
جد جد يعطيه الجدي يبقى غادي مع التابعين تابعين ما تابعهم باحسان الى حتى نوصل للصحابه حتى نوصل للبيعه تحت الشجره. ورجعنا لكم مستمعينا ونواصلوا المكالمات الهاتفيه اللي كنتوصلوا بها من خلال البرنامج بكل وضوح. معنا سناء من ورزازات. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله سناء. دكتور كي داير لاباس عليك؟ لاباس لاباس سناء مرحبا بك. انا كنشكرك بزاف على هاد الجهد ديالك وعلى هاد البرنامج دار اخت سناء وراه ونعمه ونعمه الانسان عندنا في المغرب. بارك الله فيك احبك الله ورسوله لله بارك الله فيك. شحال في عمرك سناء؟ انا عندي 20 عام. بارك الله بالنوته. غير عندي واحد المشكل. ياك ولو تابعني 5 سنين. علاش؟ دابا كنت كنقرا في الكاتريان واحد النهار رجعت للدار ونلقى خوتي يعني قال لي كيقولوا لي زعما من صغري اصلا من ست تيقول لي راه غتخرجي من القرايه غتخرجي من القرايه خاصك تجي للدار باش تزوجي. وديك الفكره تابعني من صغري ملي وصلت للكاتريان يعني كانت القرايه ديالي وهادي ملي وصلت للكاتريان واحد النهار كنت خرجت من المدرسه عندي سبور ديك الساعه رجعت للدار لقيت خوتي حرقوا لي الكتبه ديالي كاملين وقال لي ما يمكنش مازال ترجع القرايه داكشي اللي بغينا غادي ديري تدار وتزوجي وديري ولادك وتهنينا منك. وشنو درت؟ المهم جلست 4 سنين وانا غير البكا 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 من 2012 حتى 2014 البكا البكا حتى تشوف فيا امي تنبكي ولا با ولا خويا كيقول لي بلا ما تبكي غادي يجي شي نهار شي حد ويديك وتهنى منك. وواحد النهار دزت عليهم داك هذا العام اللي داز دزت عليهم قلت لهم انا غنمشي ندير التكوين وخرجت بلا الصور ديالهم جيت للسونتر عندنا بالضبط فين كاين المعهد جيت تقيت وما بغاش يعطيني الفلوس قال لي الله لا عطينا الفلوس الله الا بغيتي تقري شي دبري راسك. المهم دبرت على الفلوس مشيت قيت راسي ودرت كريدي باش نقيد راسي ولحد الان انا كاريه وتنسلف في الفلوس كنخلص. انا بلاصه في ورزازات. في ورزازات وانا من واحد ديال ورزازات. ما تبغيش تمشي تقراي في اس ونشوف لك ما حبابنا المدرسة بالمجان وتسكن بالمجان وما تبقى لا تاخذ لا كريدي لا والو. اها دكتور. ياك عندك 20 عام. عندي 20 عام. ديالك وغادي نطلبوا من حبابنا يدخلوا على الخط. الشجاعة برافو عليك. برافو عليك. برافو عليك. وكان دكتور عندي واحد كنت فاش كانوا خرجوني كنت وكنت كنمشي تنجري في الجبوله عرفتي دكتور كنجري تنجري حتى كنطيح ومازال العلامه في رجليا دابا تقول راه كتب عرفتي تنجري تنجري حتى كنطيح وتجري وتنوض عاوتاني تنجري باش غير ما يدير شي حاجه في عقلي. ولكن الان دابا مازال تندير الرياضه تجري هي باش ما نتسطى والمشكله يعني نهار شهر كان تعمي راسي نهار كان حتى كنعس وملي كنفيق كيضرني راسي عاوتاني. انت يا بنتي غناخذ الهاتف ديالك واخا وغادي نتصلوا بك وغتبع هذاك الشيء اللي غيقولوا لك هذوك الحبه من جهتي. مرحبا بك بنتي سناء الله يرضي عليك الله يرضي عليك شجاع تبارك الله مثال الشابه الطموح والعزيمه شو العزيمه اللي عندها. والقاسية قلوبهم بل قلوبهم كالحجاره او اشد قسوه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربي شدو باش نجري على اختك من الدار تحرق ليها كتوتها إلا شنو باغا تقرا في 2016 ومازال كتبغي. ما قالت لك باغا تمشي للكباري تغني ما قالت لك باغا تمشي تخدم في شي عجب ما قالت حتى حاجة قالت باغا تقرا وحرقوا ليها كتوتها وقول ليها جلسي في الدار تيجي واحد يهنينا منك. في 2016 وباقين يعني بحال البنت راه هي بحال عار عار بحال وصمه عار فعلا خصهم يتفكوا منها وتمشي لبلاصه اخرى والزواج كحل. واحد النوبه زارتني واحد اليتيمه ما عندها لا ام ولا باها وربتها واحد السيده. هاد السيده عندها وليدات وبنيات كبار وحنات في هاد
اللي تيما الحيمة كجابوها عليها الحيمة. رجلها السيدة ما بغاش هاد اليتيمة تدخل للدار، قال لها لا أنا ولادي كبار وأنت كبار ما بغاش تغلط. هذيك الأم الحات على أنها تربي هذيك البنت هو يجري عليها من الدار. بعد ما جري عليها من الدار بقاو الجيران كيدخلوها، كتبات عندهم كتبات عندهم كتبات عندهم، تيمشيو الناس يطلبوا يرغبوا يطلبوا يرغبوا، داس مدة طويلة وافق. السيد هذا غادي مرض كونسير، ولادو اللي ولد بن صلبو كلهم مزوجين والدين ما كيجوش طلع يطلع، واليتيمة اللي كان جاري عليها وكان جاري على امها اللي رباتها، الاطباء قالوا له ما نقدروش نقابلوك كيف كتقابلك هاد الشيء اللي كدير معاك في العلاج. قالوا له ولو نجيو حنا كاملين بالممرضين ديالنا ما نقدروش نوصلوا لهذا المستوى ديالك، نظافته والريجيم ديالو وما كلته، وخصو يتقلب في الفراش لي زيسكار كيتنظفات من زيسكار هو ملي اللحم تيتقرح وتيولي الجلد لاصق لداخل الكحل، خصو يتقطع بالزيزوار وخصو يتخدم بواحد الشكل يعني باش تحيد الزيسكار خصك تكون معلم. البنت مشات تعلمات لي زيسكار كانها ممرضه بروفيسيونيل، السرانك خصها تدقلو باش يداز له ادويه لانه كيجهد علو هذاك الالم ديال الكونسير، وكيبقى يتقرح دوز له السرانك وتفيق في الليل وتقلب السرانك ودير له الجهاز باش حاشاك ويتبول وكذا وكذا وكذا. حتى كتعاود لي هاد البنت قالت لي واحد النهار ما فاقت في الليل لقاته بارك كيصلي وكيبكي كيبكي، ناضت عندو قالت له با يقولوا بس، قال لها بنتي عاد عرفت اش من خطا درت في حقك. قال لك كتسحب انت يا خطا درته امك، انت يا مصيبه درتها في حياتي، لقيت بان حسانه ملائكه ارسلها لي الله، وشوف اش داير عليا ولادي اللي من صلبي ما يطلعوا تطلع عليا، وهذيك الحسنه هذاك الملك اللي صيفطوا لي الله كنت كندري عليه. دازت اسبوع توفى بين يديه. شتي ملي تيقول لنا ويقول لكم سيدنا رسول الله الامور بخواتمها، يسحب الواحد راه شفاوي، يسحب واحد راه هضره، هو ربي راه كيبغي يسلكك منه، شي الله سبحانه وتعالى كيبغي يسلكك منه، كيدير لك سبب باش ينجيك منه. تيقول لك راني قبضتي قبضه ما يفكك منها لا طالب لا طبيب، فكيدير لك واحد السبب لعل وعسى يسلكك من قبضته، والسبب غيديروا لك في دارك، يديروا لك مع بنتك، غيديروا لك مع مرتك، غيديروا لك مع واحد خوك في البطاله، غيديروا لك مع واحد اختك عايشه مسكينه مضره القبله، غيديروا لك في حوشك، غيديروا لك مع لباسك، غيديروا لك مع راسك. انت من الناس اللي تيخافوا يفهموا، راك غادي تفهم. كنتي من الناس اللي ستعتبر راسك انت قوي انت صلب، وكون قوي قد فرعون، كون قوي قدو، كون قوي، كون قوي قد هامان، كون قوي قدو، كون قوي قد قيصر، كون قوي قدو. ولا بغى الانسان يطلع غادي يركب في الطياره ويضرب واحد الدوره في مصر ويشوف الاهرامات ويرجع، يرجع صغير صخره وحده في 40 طن علاوها 40 متر و 60 متر في السماء بالقروات ديالنا، حنا ما نقدرش نهزهم دابا، باقي لهم الاثار. ربي كيسلكك منه بهذا البنت، كيسلكك منه من الله، كيسلكك بعد مني سير بحالك لهيه بعد مني، وحنا كنجيو تنقولوا لا 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 نتحداو. باغي تحداه يحصر لك على النبوله، ما تلقاش باش تمشي للحمام يحصر لك على النبوله، تعود لا بغيتي تمشي تقضي حاجه تيتحل لك واحد التيو ويحلوه لك العلماء بالالات باش تطلق الماء ديالك وتشوف العدل وتشوف العدل، يطلق عليك قرحه في المعده
على ليكوباكتير دار واحد الدور على ليكوباكتير طلعوا من تحت الفوق ويجي لك هنا ليكوباكتير ويسكن لك الفوق في المعده وتفرج تهبط الضغمه بالعافيه تهبط الريق بالعافيه النفس تقدر تهبطها في الجوف النفس كتنفس العافيه كتشعل وتولي تطلب يحيدوا لك المعده ما تشعلش فيك العافيه علاش الانسان يوصل علاش ما قادرش نقلب على عائله ونعطي بنتي شي عند عائله نقول لهم انا عندي واحد البنت انا ما كنحمش البنات وانا ما باغيش نولد ودابا هاكو هاد العائله هاكو هاد البنت علاش ما تمشيوش تعطيو ولادكم ملي انت ما حاملش بنتك انت كاب وتتشوف ولدك اللي هو خواتي تعدى عليها ما تدخلش انت تحبس تحبسو علاش 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 انا هنا فين تنغضب وتبقى فيا الحال ما عندناش مؤسسات تتحمي حق المواطن في العيش دار حق المواطن في العيش هنا خص يمشي واحد من المسؤولين ويدير عنف معنوي نفسي لهاد البنت ويدخل بها للحبس لكن حنا غندخلو مول الشك ودون رصيد للحبس هذاك غيدخل هو الاول لانه قاص لينا مكه هي البنكه قاصح لان الاله اللي كيتعبد والفلوس تقاس دخل الحبس الاول بنادم اللي 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 هو الروح ديال البلاد يسوى عندك حشاره يسوى حتى حاجه تصرف فيه باه كيف ما بغى تصرف فيه العائله كيف ما بغى حشاره دخل مع البهايم دخل مع البقر دخل مع القصب الاولاد داخلين مع كل شيء اللي حرق قصبه ما غيمشيش للحبس اللي ذبح خروفه ما غيمشيش للحبس اللي ضرب كلبه ما غيمشيش للحبس اللي عذب ولده ما غيمشيش للحبس لان داخلين في البهايم احنا مجتمع كيهمناش شي حاله سميتها الحضاره كيهمناش شي حاله سميتها حقوق الانسان كيهمناش شي حاله سميتها المواطنه احنا فوق فرعون فوق فرعون ولاني ملي يجيك القمح اخر العام الغله ديالو قليله ما تستغربش ملي يجيك الشتا قليله ما تستغربش ملي يسلط عليك الشينوا ويسلط عليك العجب ياكلوك قدامك وياخذوا الخيرات قدامك تستغربش ملي تشوف راسك غادي وما بقيتش عاقل انت شكون سميتك وفين غادي وعلاش غادي تستغربش علاش لان القسوه اللي بنتي حنا كنملكو هو الغضب حنا كنغضبو اللي في جهدنا نغضبو حنا كنغضبو دو بجهدي دو وجهة المغاربه الحرار على اولاد المغاربه الحرار ونغضبو من غير الغضبه ما عندنا حاجه من غير الغضبه عندنا نتحسروا نتقرحوا نمرضوا علاش ترمي البنت علاش ملي الدستور ضمن لها الدراسه ما يكونش في كل نيابه كل اكاديميه واحد تفتيشيه علاش البنت الفلانيه تغيبات وتكون كل جماعه دايره حدا بلاصه هاد الكاليزاسيون واحد المكتب فيه محاربه الهدر المدرسي وتجي الجاره ويجي الخدامه ديال الدار ويجي المعلم ويمشي لهذاك المكتب ويقول لك انا كنبلغ على واحد البنت مابقاتش كتجي وكانت كتقرا مزيان وكانت كتبغي القرايه مابقاتش كتجي وتنوض هذيك الجماعه الله يجمع لك حب وتبن تنوض هذيك الجماعه اللي ما باغاش تخدم اللي كيشدوا المسؤوليه غير على والو تنوض هذيك الجماعه وهزوا هذيك الطونوبيله ويعيطوا على هذاك المسؤول في المدرسه وتقول له نمشيو نتفقدوا في الدريويشه علاش ما بقات كتقرا وتمشي وتدق في الباب في الليل مع تسعد ويخرج السيد ويلقى المقدم ويلقى القايد ويلقى الجماعه ويلقى النيابه واقفه في الدار حتى يسحب له واقع ويقول له فلان نعم سيدي يقول له عندك بنت كتقرا اياها سيدي علاش حبستها من القرايه حيت بغينا نشوفوا البنت سيدي اجي بنتي شكون اللي حبسك من القرايه وتقول لك خويا سيدي علاش خوك محبسك من القرايه حيت قال لي غتدخلي للدار وتبقاي تتزوجي انت غدا غدوز النيابه العامه هاك ستيده
وانت باها انت غدوز عند قاضي الاطفال هاك ستيده، وانت يا بنتي غدا غتلتحقي بالمدرسه هاك ستيده. وغتضل المغاربه ملي غيسيقوا الخبار بان المسؤول الجماعي الله يجمع لك حب وتبل، وبان المسؤول النيابي وبان المدرسي مشاو في الليل مع 9 د الليل دقوا وعطاو ستيد على النيابه العامه للدري وباه ورجعوا البنت تقرا، اش غيقولوا المغاربه؟ غادي يقولوا تعيش البلاد، غادي يقولوا المغاربه حيا المغرب، غادي يقولوا المغاربه جدودنا تقاتلوا والدينا تعذبوا وحنا شادين اللواء بغينا نسلكوا. المغاربه كلهم غيوقفوا وجه داعش ويقول لي ما عندكش بلاصه معانا. المغاربه غيوقفوا كلهم وجه المخدرات ما عندكش بلاصه معانا. المغاربه كلهم غيوقفوا وجه الفساد والزنا والويل الكحل ما عندكش بلاصه معانا. ولكن من اللي انت كتعرف تتسد فمك حيت ولدك انت ضارب عليه مقيدو في فرنسا، الاخر مقيدو مع النصارى في ميسيون، كيمشي يبوس لومباسادور رجله وكيمشي لعند الكونسولي يسيق له داره. ما شغلكش انت في الدرويشه اش يعيش، ما شغلكش في بنت الدرويشه اش تعيش. حنا تنطلبوا بجاه سيدنا رسول الله وبكل ما اتانا من حب في هاد البلاد اللي قلبه قاسي الله يشقوا له، اللي تعدى على شي درويشه تعدى على شي درويش بغينا سيدي ربي يحرمه من النفس، بغينا يطلعها ما يهبطها وبغينا يهبطها ما يطلعها. وبغيت كل مسؤول باذن الله وبجاه سيدنا رسول الله، كل مسؤول اللي اعطاه ربي المسؤوليه وجلس على كرسي المسؤوليه وشد ستيلو وما تفقدش في حوايج المغاربه، يا ربي لا ما عذبوا عذاب الجحيم في الارض قبل ما يطلع عندك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لقائنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج بكل وضوح. استاذ نرجعوا لسؤالنا حول الموضوع، يعني بالرغم من قلنا على اساس انه بالرغم من المحبه اللي كتجمع الزوجين ملي كيطالب الشخص بالتغيير كيقابلوا الطرف الاخر دائما بالعنف ولا الغضب ولا الشراسه، فعلاش استاذ من جهه واش يعني نفس البنيه ديال العنف اللي عند الشخص ليغوسونتريك ولا كاين شي اختلاف ما بيناتهم؟ دابا خصني نرد معاك البال وليتي كتربط وعندي بنسالك. لان هذا هو التحليل البنيوي، هو الربط. كيف في الطبيعه كاين لو فينومين ديال الميميتيزم، ان مثلا واحد الحشره باش ما يشوفهاش الطير كتقلد ورقه ديال الشجره ميته، هذا كيتسمى الميميتيزم، كتعود كتشبه ليها. هو كيكون الطير في العرش ما كيميش ما بين الشكل ديال الورقه ميته وما بين الحشره اللي هو كيفترسها. فكذلك في البنيات النفسيه من وجهه التحليل الفكري الاسلامي كاين الميميتيزم. فملي كطالب واحد المره لواحد الرجل الزوج بدير مجهود ما يبقاش غير غنان غير العناد غير الشكوى، اما غيلومو انه علاش قبلتي عليا هكا ويسرتي لي العلاقه في الاول وانت عارفني هكا وقبل عليا هكا، ملي الاخر غادي يحس براسو تخنق ومبقاش عنده الجهد باش يواكب الاخر كيرد عليه بالعنف، كيبدا يعنفو ماشي بالضروره جسديا، عنف نفسي لفظي عاطفي. وهذا العنف هذا كيشبه في الظاهر ديالو العنف اللي تكلمنا عنه في الظاهره ديال ليغوسونتريزم، انه ليغوسونتريك كيرفض النقد الذاتي من طرف الاخر وكيتقوقع وتيغضب وتيعنف. هنا ماشي نفس الشيء، ماشي بحال. هذا العنف سببه صعوبه التحول. ومعنى التحول عند العرب هو الحدق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف. شنو هو التحول عند العرب؟ هو الحدق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف. وتقول العرب تحول الرجل واحتال إذا طلب الحيلة. إذا هنا لاحظتي معايا أنه العديد من الناس كيظنوا بأن التحول هو التغيير. لا، التحول هو طلب الحيلة، سيتون انتيليجون، هو قدرة خارقة عالية جدا اللي كتجعلك تكون عندك الفطنة والحنكة والدهاء. هذا هو اللي نعتلوه هو غارنر. وفين هو غارنر؟ وحنايا شوف حنا راه كندويو عليها، هنا راه
7000 سنه 8000 سنه قبل المسيح. هادشي اللي كنقول لكم، العرب راه كانت بهاد الدقه 6000 سنه 7000 سنه قبل المسيح. هادشي راه الكتب والامور اللي جاءت في الاداب الجاهلي راه عندها ضاربه في القدم. راه عندك الحضاره الهنديه والهنود راه كانوا من المرتزقة عند الفراعنة. شي الهنود اللي مشاو كانوا جنود مرتزقة في جيش فرعون. وعلاش هما دابا كيعبدوا البقرة؟ لأنها كانت معبودة عند فرعون آنذاك، داوا معاهم. والإغريق راه كانوا أساتذة كيقريو في القصور الفرعونية. وبجناب الحضارة الفرعونية اليهود والعرب عندهم بنائهم، عندهم حضارتهم، عندهم أمورهم. باش تاخذوا واحد الصورة وتعرفوا شكون نتوما. بعد ما طاحت الحضارة العربية وتهدموا البنيان، لأن هما شكون هما؟ قوم عاد وثمود. شكون هما؟ راهما هذوك العرب، راه قبائل عربية، راه كانوا كينحتوا الجبال اللي تمشي الأردن، وحل فمك وشوف الجبال منحوته. اذا اللي نحت الجبال على قدو نحتو دارو دار، هذا مكلخ، هذا مفروح، هذا ما نحتلكش، ما نحتش حجره، والجبل على قدو دارو دار. جبل كانوا كيشدوا الجبال كلها ويعطيوها يسوقوها نحت. يعني ملي كان واحد كيجي عندهم المدن ديالهم كيبقى مبهور كيشوف الجبال من مسقوله مسقوله بحال اللي صيبتيها بلاكو بلاطر وجيتي صيبتيها. هما كانوا كينحتوا جبال. الذين جابوا الصخر بالواد، كانوا كيهجزوا الصخر. باقي الان العلماء لقوا وسط الصحراء العربيه لقوا بنيان بصخر ثقيل. ومعروف بان الكاريير ديال الصخر كان بجوار النيل وبجوار واحد المناطق في الشام في سوريا وفي الاردن. كيفاش تنقل هذاك الصخر للقاع الصحاري؟ الان العلماء ما فهمش. ما كانش عندهم بلدوزير، ما كانوش مروضين الديناصورات، ما كانوش عندهم شي عجب، كيفاش تهز الصخر؟ هادو راهما انتوما. تعرف تقول لي شنو قال لك؟ التحول ما هو؟ هو الحدق وجوده النظر والقدره على دقه التصرف. هاد العنف هذا اللي كيرد به هذا الرجل هذه المراه اللي كطالبه كتقول له وعذبتينا وكذا 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 وكذا، وتيبدا يسب ويغوت، ما هواش بحال الاخر اللي يقول سونتريك. علاش داخل كوليريك؟ لانه هو كيبغي يدير معك لو فيزافي. شنو هو الفيزافي؟ انه هو تيهمو تكون عنده صيغه المنظور دائما ليغو سونتريك. يعني خصك تبقى بعينه وتبقى بباله، وهو يبقى بعينك ويبقى ببالك، حتى انه يفتح المشكل ويصطدم معك غير باش يخليك مشدود معاه في الصراع في الوئام. راك معاه من اللي يحس بان الوئام تيبعد يفتعل معك. بيان سور سي او نيفو دو لانكونسيون. ماشي كيدير خطه، مش ما تلومش غدا واحد كذا وكذا تقول له كدير بالعالي، ما كيداش بالعالي، فعل فيه فعل به. هنا لا، هنا هو هذاك الشخص ما عندوش حيله. ها؟ ما عندوش حيله. ما عارفش كيفاش يفك هذا الامر هذا، ما عارف. اذا ملي انت تتلومه وهو ما عندوش حيله، هو ما يقدرش يعترف ما عندوش حيله كيهاجمك. إذا هنا شنو خصك دير؟ خصك تخلي التحول وتمشي للتغيير. شنو هو التغيير؟ التغيير هو معاملة، سلوك، أفعال وأعمال وأقوال. وكتحط أنت واحد طريق ديالك، واحد الأسلوب ديالك، فيه الهدانة، فيه الكلمة الطيبة. نعطيك مثال، مثلا كيجيو عندي واحد العدد من الزبناء، كل واحد ثقافته، كل واحد شكله. كيجي عندي شي زبون مثلا هكا وتيكون شويه خضر، حيت سمعني في شي حلقه مثلا دويت على شي حاجه وسميتها بشراسه وقلتها بشحمتها، كيسحب لينا ميات، فكيتعرف عليا خمسه دقائق وتيبدا يدخل معايا كذا. انا كانه لا يخاطبني، ما كنضحك على هذاك الكلام اللي تيقولو، ما كنرد عليه، كنبقى اياه تفضل استاذ كذا وكذا، حتى تيفهم
بأن هذاك الباب عندنا مسدود. شتي شكون هو الثابت واللي عامر؟ وشكون هو اللي عامر؟ هو اللي مسكون. وباش مسكون؟ باش جنون، باش مسكون بنفسه، باش مسكون، مسكون بالسر اللي ضاقوا حيث ما جوج كيحمقوا الواقع والخيال. الواقع يخليك فارغ، مولاه اللي عاش على الواقع اللي كبر مع مو وباه مقابلين اللي غياكل غيشرب غيلبس غيقرا غيمشي يلعب غي على الواقع لو غيه على الواقع، هذاك غيكون فارغ ما مسكونش، ما عندوش السر. إن با إتي توشي باغ ليسبري، داك السر ما ضاعش لو غيال. القطب الثاني اللي عاش في ليماجينير، هذاك غادي يكون مسكون، ولاني مسكون بزاف فيه لي زيسبري. هذا هو اللي غيجعل جاك لاكو يقول الفرق بين الانسان اللي هو سليم البنية والإنسان غير سليم البنية، أن الإنسان سليم البنية كيقدر يسكت الأصوات اللي كتلغي فيه، والإنسان غير سليم البنية ما تيقدرش يسكت الأصوات. لاحظوا الأصوات بلوغيال. إذا حنا مسكونين، العامر شكون هو الثقيل والعامر، شكون هو اللي عامر والمسكون. باش مسكون؟ ماشي بنفسه، نفسك كتبغي تطلق في واحد البلاصه كدا عامر، باش بالسر. شنو هو السر؟ السر ان باك وامك كانوا كيبركوا واحد الوقيته ما كيبقاوش يفكروا في الخضره ولا في الديسير ولا في اللباس ولا في نويل ولا في هالوين ولا في طاطا ولا ماطا. كتلقى باك وامك كلاو شربوا سكتوا التلفازه تيتذاكروا، كيتذاكروا في من لا يس لكم عليه أجر. تقول لها شنو قريتي اليوم شي حاجة؟ كتقول له راه حيراتني سورة المولد. وشنو اللي حيرك فيها؟ كتقول له حيرني فيها ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تقول لها وشنو رأيك فيها؟ كتقول له راه مشيت بحث لقيت كذا وكذا وكذا. تخيل ولدهم تيرضع السر، تعشى شبعان ضحك لعب قرا، عنقات امه ما سبه شكون شي خداه الزائد السر. ماشي بحال وحدين عندهم البرامج في الطابلور اكسل خليتي تا دوز كوتيديان دو فخوي ليغوم شيري وي كوشي، خديتي تا غاسيون دو فروماج اي دو ليتاج كوشي، Tu as pris un petit morceau de chocolat? Coché. Tu t'es excité un petit peu, tu as joué? Coché. Tu as brossé les dents et nettoyé derrière les oreilles? Coché. Tu as fait pipi, changé ta culotte? Coché. Est-ce que tu as préparé tes cahiers pour demain? Coché. Est-ce que tu as préparé comment tu vas faire la sortie ce week-end? Coché. Qu'est-ce? Coché. Docteur Abdallah Hamar. لان شنو هو هذا؟ هذا راه هي لا بروغراماسيون، اش الامريكان ديروا البي ان ال سموها بروغراماسيون لغه الانجليزيه، لانه هو هكا عنده بروغرام كيدفعوا البروغرام كيدفعوا البروغرام، نهار اللي ما كيلقاش بروغرام كيخصو يشرب شرب، ما عندوش بروغرام خصو يسكر، لان بلا بروغرام كيحمى. با بروغرام تي ان بروغرام مي سا فا با تي ان با بروغرام نو تي با بروغرام كومو سا تي ان با بروغرام سا مي تو فان بروغرام كيسكو تي بريفو سو ويكاند جي با بريفو مي تو فان بروغرام كيسكو تي بريفو سو سوار جي ريان بريفو سو سوار مي تو فان بروغرام كيسكو تي بريفو لاني بروشين جي ريان بريفو مي تو فان بروغرام تخيل دابا الناس كي بروغرامي العطله في الصيف الباليه دابا كي بروغرام الدراري يدخلوا يقراو راهم تي بروغرامي ولا غونتخي بروشين في غيقراو دابا بروغرام ابخي بروغرام وشنو هي خاصيه البروغرام Le bug. C'est quoi le bug? Le bug, c'est une faille logique. L'ordinateur, le bug, c'est un خطأ. Il y a un خطأ juste, mais c'est faux. Il y a un خطأ juste, mais c'est vrai. Il y a un خطأ juste, en interaction. Moi, je m'attends à les interactions. Il y a les actions qui sont faux. Donc, c'est ce qui
يرهقوا ولادهم، وملي تيكبر الدري بهذا الحال البروغرام كيكون عنده الحقيقه هي في البروغراماسيون. فملي كتجي كتقول له افلان راك تتلوم، تيقول لك راه كندير واجباتي، انا راك نخدم معاك بروغرام، راك نتقدى، راه كندير، كندير دري مدرسه، راه كذا، راه حتى حيت البروغرام. يعني ما كنقدروش نفوتوا هذوما اللي كيسميهم علماء المسلمين اصحاب القلقله. شكون مال القلقله؟ هو الذي يعنعن بالقول، يقول شتي قال الرسول، قال الله، قال الرسول، قال الله، قال القرداوي، قال 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 قال. وكاين علماء الحال. فكيف كاين علماء الحال؟ كيف كاين والدين الحال؟ انه اللي كيهمك ماشي اش درتي كبرامج، اش درتي كواجبات، هو واش يمكن انك تسمع من هذاك عشيرك ولو انه تعطيه نسبه 1% انه يقدر يقول الحقيقه. حقيقة كيف قلنا البارح ما غايشوفهاش من كباك، لأن من كباك ما كانوش عاطيك مجال النكاح، ما كانوش عاطيك مجال التحكم، ما كانوش عاطيك تحكم داري عندك غادي نسحبها هكا كما هادي كتخلع على الوقت. سويفي مون رونكار اي با مون دوا باسكو مون دوا جو لو فو دون سارتان ترو ترو بيان دو لا كريتينري ايمون كو لو موند ان تران ديكسبورتي اي كو نو بوريون بوتيتر ان جور اون اتر لي ليدر ياش ديال الكلخ، نكون اول دوله كنصدروا شنو الكلخ اللي تتمشي تلقى ناس كيهتم باش بالخ والخاوي والواقع من قل قبل المشاكل. مرحبا، غادي ناخذوا اخر مكالمه معنا. ساره من الرباط. الو السلام عليكم. السلام. وي مساء الخير لاباس انا، مساء الخير استاذ مامون. مرحبا بك. وي سيدي، بغيت عافاك كنقول لك عندي مشكل، هو انني كنخاف من الزواج. كنخاف من 28. وباش عرفتي راسك كتخافي من الزواج؟ هو انا ديما كنخاف منه، كنقول ما كنخاف من الشيء لما يصدقش، لما نتلاقى مع شي واحد ماشي هو هذاك ولا شي حاجه. ولكن دغنيغمون مثلا كنهضر مع واحد السيد على اساس يعني على اساس المعقول وهذا، ولقيت راسي في هذيك السيمانه في الخلعه وكنكون معصبه. نورمالمون انا كنكون نشيطه في وسط السيمانه وكنكون بخير، بحال قلتي انا شخص اخر هذاك اللي كان ديك السيمانه ماشي هو انا، وكيجيني بحال غادي يكون الملل وما متحمساش ليه. بس كيفاش ما مقتنعاش بهذاك الشخص ولا ما عرفتش، ولكن هذه القضيه ديما عندي فيها خوف، ديما كنخاف. كنقول واقيلا انا من الناس اللي مثلا ما يصلحوش يتزوجوا ولا شي حاجه، واقيلا ما عنديش قدره، واقيلا كل مره شنو كيجيني. لالا ساره وي شوفي، الا قلت لك خصك تقنواي، شنو هي التقنوي؟ نصف النفس ديالي بحال هكذا نريحها. لا خصك ملي تلاقي واحد الشاب ويجي معك في الزواج، ملي هو كيجي معك انت ديك الساعه غادي تقنواي. فهمتك واش فهمتي؟ فهمتك. واخا واحد المره مثلا انا عرفت واحد السيد مثلا وحسيت معاه شي حوايج، ولكن كتسمي غير حوايج ما قلتيش تقنواي. الدقنوية غتجذبي المعنى غتجذبي، غتبقاي باركه بحال هكا وتدندني براسك عب واحد بحال هكا، كتمشي وتجي براسك كتقول لك امك مالك بنيتي، وهي اللي امي عاسكتي راه وامك مسكينه حشمانه تقول لك راه الحب هذاك، وتتسقل وكتشوف باك وباك تقول لها ضرب ليها البطار غنديرها بنيتي. شتي وغتولي كتاكلي مطيشه، وغتولي كتبصي صبعك، وغتولي باركه بحال هكا وكتغني مكلثوم، وغتولي مثلا غادا للحمام وغتبقاي سوايع باركه. شتي الدنيا هي غتبحال لي شاربه الشراب، كترفعي كتولي شاربي على الماء وتضحكي ابو هذيك شاربي الماء وسكرانه على الماء. ما طرات لك؟ ما طرات لك؟ لا ما خليها النهار اللي غطرا لك هذه. اها. النهار غطرا لك. وشوفي واش انت اللي غتخطبيه ولا يخطبك. واخا سؤال عرفتك عنده علاقه بهذا، واش ماشي حيت زعما هذا اللي كتقول لي زعما ما عمر ما طرا لي، يعني قليل ما عمر زعما شي واحد ما عجبني ولا شي حاجه، واش عادي؟ طبيعة الحال عادي. عادي بطبيعه الحال عادي. دابا غير انت عندك واحد الخاصيه اللي كتقنوي بها باقي ما جاش مولاها، اللي غيجي مولاها راه غتكوني غادا للدار البيضاء ولا طالعه لمراكش والدريب ناقص كاع. غتكوني غادا للخدمه ما غاتمشيش تخدم هذاك النهار، غترجعي للدار تنعسي، غتدخلي للدار غتقول لامك غطيني فيا السخانه، وغتجيك بحال تفاقمه غتحسي بعظامك تغيلفوا.
شتي خليك في طبيعتك شتي ما تخافيش، ما بقيتش تحسبي 28 بقى مزوجات، لا نسي الوقت، نسي الكونتور، نسي السؤال ديال الناس وقلبي على الدقنويه والله غيصادفها معاك الله، وعقلي غتعرقي غتسلمي عليه وغتحسي بداتك فيها الضوء وداز معاه بحال هكا، غيسلم عليك بحال هكا، غيقول لك السلام عليكم اخت ساره، وغتبقى تقولي نعم ساره، وغتحسي براسك كتعرقي بحال هكا، وغتحسي بشعرك بدا تيوقف، وغتحسي بعينك تبلقوا، وغتحسي بضحك القلب كيتجهدوا، وغتبقى تقولي يا ريت كون نهاري طوال ويولي فيه 86 ساعه. استاذ ان شاء الله في المقدمه قلت على انه الواحد يعني باش يقدر مثلا يوصل وينفذ يعني الكلام للقلب مثلا الطرف الاخر، واش ضروري انه حتى يعرف بعدك ينفذ مثلا ويوصل الكلام لنفسه اولا باش يقدر مثلا يعرف يوصل الاخر؟ علاش القران تيقول لنا فاذا عزمت توكل على الله؟ باش كتربط العزيمه؟ باش كنعلنوا على النيه الصيام؟ باش بكلمه، بالقول. العزيمه كتربط بكلمه، النيه كتربط بكلمه، وكاين اللي ناوي يصوم غدا صباح فاطر فما كيعرفش راسو علاش عزيمته ما كتشدش، تيقول لك انا ناوي نصوم وفاق ولقى راسو ما صايمش، تيقول لك انا ناوي نمشي خطب هاد البنت كيخطبش، انا ناوي ونوي تتعيا، لان القول اللي هو الاداه باش كتربط العزيمه وباش كتربط النيه ما نفدش القلب، والنفس شداتو ما خاطوش يزرع بحال واحد الزريعه رماتو في حاجه عليها ما بغيتوش، فكيولي الانسان دائما تابع الهوى. شنو هو الهوى؟ هو ما تميل اليه النفس، اما عزيمته هو وارادته هو وامره هو في نفسه لا ينفد. هنا خصو الانسان يتساءل اش كيدير؟ كيبقى يسبي في الاسباب، والسبب هو ما لقيتش مع من، والسبب هو كان ظروف، والسبب هو انك ما كتربطش عزيمتك بالقول الصائب. وشنو هو القول الصائب الذي يصيب؟ هو القول البليغ، القول السديد، هذو انواع اصناف ديال القول. اذا بغيت انا ناخذ القول السديد، بغيت ناخذ القول البليغ، اذا خاصني الاتصال. الاتصال هو كيفاش اسيدي ربي نتصل؟ كيفاش؟ واش غادي نعيط في الانترنت؟ غادي نعيط في التليفون؟ غادي نمشي نقرا الكتب؟ غنمشي نصلي؟ غنمشي نعبد؟ الاتصال اول حاجه هو الصدق. تصدق مع نفسك، كتقول انا جبان وكينتظروا مني الناس ندير كذا وندير كذا، وانا واخد المسؤوليه وانا جبان، وكتصرح اللي خلقك بالجبن، كتقول يا ربي راه الناس ما عارفينيش على جبل، وانا دابا رئيس جماعه، وانا دابا وزير، وانا دابا برلماني، وانا دابا كذا، يا ربي راني جبان، يا ربي راني كذاب. كتصدق مع مولاك القول اللي هو عارفه فيك. يعلمه الله. شتي ملي كتصدق معاه يقول لك هنيئا لك، هذيك هي حقيقه بلادك، انت صرحتي بها. دابا طلب العوين عليها. كاين لا يزكي نفسه يقول لك انا ما جابش، انا نتحدى اللي قال، انا درت. والله سبحانه وتعالى تيعرف قرار حق انه كذاب، انه جاب هذاك، والله لا نفد له القول. هذاك تيبغي يمشي على اللي ما تدي نفسه على اللي، هذاك تيخرج له ولده وبنته مش قلب، وعندك تسحب. كاين اللي كيشوف ولده ولا بنته ميسير له وكيسحب، هذاك تيسير عندك كاين استدراك من حيث لا تعلم. شكرا لكم مستمعينا على متابعتكم للبرنامج بكل وضوح، لكم تحيات وفاء فائز رفقتنا اليوم في الاخراج والبرمجه الموسيقيه، نتمنوا لكم مساء سعيد برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. بكل وضوح برنامج التحليات الاجتماعيه بشكل صريح مباشر، ما كنستروش على المشاكل ولا التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربه والمغرب. مرحبا بكم بالاسئله ديالكم بالصراحه اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 ل 8 من يوم الاثنين الى الخميس، انتظرونا مرحبا بكم.